مباراة اليوم أحسن سيناريو. خط الأمامي ما خرجاتش كرة لصالح الاتحاد الزموري خميسات خطيرة في العمق عملية التحضير التأييد تصويب هدف أول لصالح الاتحاد الزموري للخميسات وعقم الأهداف ينتهي ضمن هذه المباراة الموقع واللعب فتحي هذا الفتحي الذي ينهي أحلام الأصفار من خلال مباريات يوم أمس أول هدف في هذه المباراة يلهب حماس الجماهير ويعطي شحنة جديدة لمباراة اليوم أحسن سيناريو.